أستاذة منى صلاح الدين ذو الفقار، الخبيرة القانونية الاستثمارية، ما سمعناك حول أداء الصندوق ربما يطمئن كثيرا عن سير العمل، لكن هل تعتقدي أنه مع رغم المرونة الموجودة يتطلب الأمر مزيد من التشريعات، مزيد من المرونة، مرونة الحركة لاستقطاب شركاء آخرين للصندوق، أم أن التفعيل ما هو قائم واجب الآن؟ أنا شاكرة على السؤال ده. الصندوق بيقوم بدور مهم جدا في كل المجالات اللي احنا سمعناها، وأهم حاجة من وجهة نظري إنه بيبني لمصر رأس مال من الثقة. يعني هو تدخله مثلا وتبنيه للمبادرة بتاعت مشروعات الهيدروجين الأخضر جابت أو جذبت لمصر مشروعات مهتمة بهذه الصناعة الجديدة، اللي هي بحكم طبيعتها مشروعات كبيرة جدا وممكن يكون لها عائد كبير جدا على الاقتصاد المصري، وكلها وأغلب منتجاتها موجهة للتصدير. فيعني ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها، إنه وجوده مع مجموعات من الشركاء اللي ممكن يكون من ضمنهم شركات حكومية أو هيئات حكومية كلها عندها نسب أقلية في شركة المشروع. وجوده هو بيخلق مناخ مختلف. ليه بقى؟ لأنه هذا الصندوق مملوك للدولة، مملوك للشعب المصري، ولكن في نفس الوقت هو عنده عقلية استثمارية وكفاءة وخبرة على مستوى عالمي. أفضل الكوادر المصرية بتشتغل في هذا الصندوق في كل الصناديق الفرعية، فهي عندها القدرة. وكمان النظام الموضوع عشان الصندوق يشتغل بيه بيسمح له بمرونة وبيرفع عنه أعباء البيروقراطية اللي ممكن أي جهاز حكومي يكون متعرض ليها. طب هل ممكن إننا نساعد المشروعات اللي الصندوق بياخد فيها دور المطور، دور حلقة الوصل، بياخد فيها هو دور قائد عشان يجيب القطاع الخاص المصري، ممكن القطاع العام المصري، ويجيب أيضا المستثمر الأجنبي اللي عنده الخبرة الفنية هيضخ مئات الملايين، ما كانش مليارات من الدولارات، عشان يقوم هذا المشروع. هل ممكن نساعد بتشريعات؟ مؤكد في تشريعات ممكن تكون بتضيف حوافز، وبمناسبة الحوافز أو تيسر الإجراءات الحكومية والإجراءات الإدارية. يعني احنا طلعنا تشريعات كتير في هذا المجال، ممكن يبقى في أدوات تشريعية لتفعيلها. مثلا عندنا المثل إن احنا حطينا الشباك الواحد، وهذا الشباك الواحد، مشروع الشباك الواحد، لم ييسر له النجاح، فالدولة جت بقرار الرخصة الذهبية، ونأمل إنه هذه الرخصة الذهبية اللي تبقى بتدي مختلف الموافقات في موافقة واحدة تكون حل لهذا الموضوع، لغاية لما الدولة تبتدي مشروع أساسي للتطوير المؤسسي لأجهزة الحكومة في الدولة، تطوير مؤسسي وإداري، ونرفع ونشكل كوادر على مستوى عالي جداً تبقى قادرة. أم أن المشكلة ربما تكون عند القطاع الخاص؟ يعني المبتغى من الدولة أن يأخذ القطاع الخاص حصة 65% من إجمالي الاستثمار. الآن الواضح أن الحجم الاستثماري أو الشكل الاستثماري مركز في المشروعات سريعة العائد، ليست المشروعات الثقيلة كمشروعات تحلية مياه البحر أو الهيدروجين الأخضر وما إلى ذلك. هل المشكلة في طريقة التفكير؟ أنا عايزة أقول لك إن إحنا عندنا في التاريخ فاكرين، يعني القريب، يعني إنه مثلا محطة الصرف الصحي في الجبل الأصفر دي كانت شركة مشتركة اتعملت بنظام التريبل بي، الشراكة بين القطاع العام والخاص،
والمحطة اتبنت واشتغلت، وبعد كده هذا الطريق لم يكتب له الاستثمار، فكرة الشراكة دي. ودلوقتي النهاردة الوثيقة اللي بتعلنها الحكومة بترجع مثل هذه الأدوات تاني للحياة، اللي هي إنه القطاع الخاص يشارك الحكومة وهو اللي يتكلف تكلفة محطة المية، محطة تحلية المية، محطة صرف صحي، قطارات، زي ما يكون نقل، ولكن في نفس الوقت بشروط هو متفق عليها مع الدولة، شراكة بين القطاع الخاص والحكومة. هي الأشكال دي هتشجعه بدون شك، هتشجع القطاع الخاص المصري إنه يرجع يدخل تاني في هذه. وعندنا أمثلة، ما هو القطاع الخاص المصري باني مشاريع كتير جدا على صناعية اللي موجودة في مصر، واللي موجودة في منطقة قناة السويس، واللي موجودة في السخنة، واللي موجودة في كثير، وعندنا استثمار أجنبي من سنوات فاتت. احنا عايزين نحافظ عليه. المستثمر لما بيجي بيسألني بيقول لي الحوافز اللي عندكم ايه؟ فبنبتدي نقول له عندنا استثمار ومناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة وعندنا حوافز خاصة، ونبتدي نحكي. هو بيقارن بين هذه الحوافز وبين الحوافز اللي هياخدها لو راح في الدول اللي جنبينا أو الدول اللي شمالنا أو الدول اللي جنوبنا اللي منافسة، واللي عندها هي كمان رغبة شديدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. فبيقارن يقول لي طب أنا لازم أعمل إيه؟ أولاً بالنسبة للحوافز يسألني الحوافز دي لو أنا صدرت من مصر هتعرض لعقوبات طبقاً لاتفاقية التجارة الدولية، لأنها ممكن تعتبر دعم مثلاً محظور لو صدرت لأوروبا ولا لو صدرت مصر ماضية على هذه الاتفاقية. فندخل في التحليل فنلاقي بعض الحوافز ممكن فعلاً تشكل مخاطرة، وفي الصين مثلاً أخذت حكم ضدها لما صدرت لأوروبا في بعض الحالات، الهند من سنتين. وبالتالي لازم نبقى حريصين واحنا بنكتب الحوافز اللي هنديها للمستثمرين انها ما تخبطش في تضر المصدر المصري في دولة المستورد، فنبقى حريصين كمان في هذه الناحية. فدي بيفكر فيها، بيفكر في التوقيت، ودي حاجة مهمة قوي. طب أنا هقدر أخلص الموافقات دي وابتدي أشتغل على المشروع في وقت قد إيه؟ وهنا بقى تبقى المشكلة، لأن إحنا ما بنقدرش نقول له توقيت. عشان كده أنا بدعو دولة رئيس الوزراء، إحنا عايزين يبقى فيه حدود قاطعة للموافقات، يعني كل جهة مسؤولة تطلع موافقة يبقى هتطلعها خلال كام يوم، ولازم تطلعها، يعني ما يبقاش في المواعيد المفتوحة دي يا فندم، بحيث ان واحد جاي يستثمر في بلدنا وممكن يبقى يحط مئات الملايين من الدولارات في البورصة، حتى في البورصة هيشتري من البورصة او هيستثمر استثمار اجنبي مباشر، ويبقى مش عارف يعمل تايم بلان، يعني خطة زمنية، لانه احنا مش قادرين نحدد له الموافقات كلها هتخلص امتى ويقدر يعمل على أساسها توقيت. في دول عملت كده وحطت جداول زمنية للموافقات، كل الموافقات الحكومية لازم تطلع في خلال كذا، بغض النظر هي بتتكلم على صناعة، رعاية صحية، سياحة، بتتكلم على مشروع إلى آخره. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى بتحل مشاكل كتيرة من اللي المستثمرين بيتكلموا عليها، اللي احنا عندنا ميزات تنافسية مش موجودة عند اي حد من اللي حوالينا. فاحنا عايزين ان شاء الله بكل هذه المبادرات وبالتحول اللي حاصل في المؤتمر ده والرغبة والإرادة السياسية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، احنا ممكن يبقى عندنا اكبر مشاريع في هذه المنطقة واهم مشاريع في هذه المنطقة، موقعنا، السوق بتاعنا، إمكانيات التصدير والاتفاقيات اللي عاملينها مع أفريقيا ومع أوروبا، عندنا كل المكونات. شكرا للنجاح. شكرا.